التحذير بقى، المهم ما تشتريش من الزغاليل اللي هي فيها العلامه الصفراء دي على انها ولاد الحمام المختوم، يعني هي ما طلعتش من البيضه بالختم ده تمام او بالعلامه دي، دي انتاج مصري. فالموضوع ده هينتشر كتير، وخلي بالك ده فيديو للتحذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة موضوعين اتنين. الموضوع الأول إن في ناس ظاهرة انتشرت بيلبسوا ختم أو علامة في جناح الزغلول، هوريها لك دلوقتي بالصور. يا جماعة التنبيه إن العلامة دي مش ختم، وهقول لك برضو بالتفصيل دلوقتي. الموضوع التاني إن في حد بيسأل ان هو شاري شباب او شاري زغاليل لحم، مثلا شاري جوزين او اربع اجواز طالقهم في الارض زي كده زي الحمام السايب اللي هناك ده، ولسه عليهم اربع او خمس ريشات. هو عايز يعرف الذكر من النتاية، او بيقول ان هو لسه ان هو شاري اربع طلعهم اربع ذكور وعايز لهم اربع اناث وهم لسه عليهم اربع ريشات. هنبدأ من موضوع ختم اللحم اللي اتكلمنا فيه كتير، طبعا في ناس كتير ما شافتناش، بس هو الفيديو ده تحذير عشان ما حدش يتنصب عليه يفتكر ان هو ده الختم. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، ده قص زغليل سيلفر من اللي انا بحضنه تحت الزاجل، فده تحضين الزاجل يا جماعة، دي ميزة ان يكون عندك زاجل. لكن ده مش موضوعنا برضو، الزغلول اللي جاي ابيض في اسود ده، ده ابوه امه زاجل وابوه لحم، الابيض في اسود اللي طالع هناك ده بسم الله ما شاء الله، ده بس عشان الدبة مش للبيع ولا حاجة يعني. طيب هنخش في موضوع اللي هو ختم الشركة الفرنسية، وازاي تعرف ختم الشركة عشان ما يتنصبش عليك. طبعا دي زغاليل تمام. الظاهرة اللي انتشرت وهتنتشر، انا هحط لك صورة دلوقتي، لكن مش المقصود الشخص اللي ناشر الصورة او المنشور ده، المقصود ان انت توعى وتخلي بالك وتعرف يعني ايه ختم الشركة وايه العلامة دي. العلامة دي اللي هو حطتها في الجناح دي، دي كانت بتتحط للمعيز والخرفان عشان يعلموها لما تخرج في الشارع ما تتلخبطش مع المعيز التانية. لكن دي مش ختم، هي بتتحط في الحمام اللحم اللي بختم الشركة الفرنسية، لكن العلامة الناس اللي متابعيني فاهمين الحتة دي من زمان، العلامة اللي في الجناح اللي هي ظاهرة دي غير الختم اللي بيكون مختفي، الختم بيكون مختفي تحت الريش غير العلامة اللي هي بارزة دي تمام كده. يبقى احنا ايه عرفنا الفرق بين الختم وبين العلامة. طيب انت عايز تشتري من الحمام ده، هو الحمام كويس انا ما بعيبش في الحمام، لكن الحمام ملوش علاقة بالختم. الزغاليل اللي انت بتشتريها دي معنى ان انت ملبسها ختم كده وهتقول انها بالختم، لا دي زغاليل مش جاي من فرنسا، فرنسا الختم ده المفروض ان هو بتاع الشركة الفرنسية. فانت ده حمام طالع عندك حتى لو هو الاهالي بتاعته بختم الشركة الفرنسية الحقيقي اللي هسيب لك دلوقتي صورته ان شاء الله، مش هيكون حمام بختم الشركة الفرنسية. خلاص لو انت عايز تشتري من الزغاليل دي اسأل البائع قول له انا عايز اشوف فيديو للاهالي بختم الشركة الفرنسية، انت عندك حمام بختم الشركة الفرنسية؟ ان قال لك اه توكلنا على الله، قال لك لا يبقى ده حمام عادي زي حمامنا. يعني ما تشتريش جوز الزغاليل ده ب500 ولا ب1000 ولا الاسعار اللي هتسمعها، هتسمع اسعار ان جوز الزغاليل ب500 جنيه عشان هو لابس العلامة دي، او عشان وزنه مثلا هيقول لك كيلو 300، وفي اللي هيقول لك انا عندي بيوصل كيلو 500، ربنا يبارك لهم للجميع. لكن الحمامة اللي بختم الشركة هي اللي بتتباع باسعار عالية، او انتاجها الحمامة اللي بختم الشركة اسمها الجدود. فانت عشان تاخد ولادها اللي هم الابناء، فانت بتاخد جيل اول، لو خدت من ولادهم مباشرة جيل اول، خدت من ابنائهم ابناء ولادهم يعني احفادهم، فانت خدت الجيل الثاني وهكذا وهكذا. ده هقول لك ايه السبب، ايه اللي يميز الجيل الاول عن الجيل الثاني عن الجيل الثالث. اول حاجه الحمامه اللي بالختم نفسها يورو بيجون، لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون، ده ختم الشركه يا استاذ احمد. وده الرقم بتاعه، ده مختوم في الجناح ما ينفعش يطلع، ده الختم في الجناح اهوت بيتحط على بتحمل كل الصفات الوراثيه، لان هي حمامه مهجنه فهي محافظه على الصفات كلها تمام. احنا الحمام اللي عندنا ده اللي انت شايفه ده دلوقتي شغال عندنا في مصر بقاله حوالي 20 سنه او يمكن اكتر، فالصفات دي بتقل تدريجيا. انا مش بعمل كده عشان اقول لك انا عندي احسن حمام، لا هو ممكن يكون اللي هو بيبيعه احسن. هو يكون احسن في ايه بقى؟ لو هو جيل حديث، انتاج حديث من الشركه تمام،
لذلك كل المربين بيتدور على اللي هو اللي يكون عنده بخدمة الشركة انه يكون عنده انتاج حديث يكون افضل علشان يكون محافظ على كل المواصفات. لكن طبعا انت دلوقتي بتتكلم عشان انا اجيب القص اللي هو بخدمة الشركة الفرنسية ده ادفع فيه حوالي 20,000 جنيه لو انا جبته مثلا استيراد من فرنسا وما فيش جوز، بس ما فيش حد هيبيع لي جوز، الاستيراد من الشركة الفرنسية اقل شيء اظن ان هي كانت بتبيع 50 جوز وافتكر انهم رفعوا الكمية اللي حوالي 100 جوز. ما تشتريش، التحذير بقى المهم، ما تشتريش من الزغاليل اللي هي فيها العلامة الصفرة دي على انها ولاد الحمام المختوم، يعني هي ما طلعتش من البيضة بالختم ده تمام او بالعلامة دي، دي انتاج مصري. فالموضوع ده هينتشر كتير، وخلي بالك ده فيديو للتحذير، ده اللي انا اقصد ان انا اقوله لك، بحذرك اشتريه على انه حمام عادي او حمام مميز شوية. لكن يعني ايه مميز؟ هو بيقول مثلا ان الجوز وزنه 1300 جرام، توكلنا على اخده على هذا الاساس ان هو حمام تقيل، انما مش على ان هو ابن انتاج الشركة الفرنسية المباشر. عايز تشتري على انه ابن انتاج الشركة الفرنسية المباشر، هوري لك الختم مش العلامة الظاهرة دي، ده اللي انا عايز اكد عليه. الحمام اللي بختم الشركة الفرنسية فيه علامة اللي هي شفتها صفرة ديت في الجناح الخارجة بارزة، وعلامة تانية مخفية ختم بقى مخفي اللي هو بتاع الشركة الفرنسية، يعني اتنين، عايزك تتأكد من التانية. لو التانية ادفع فيه اي فلوس، او هو جايبه وعنده بالختم التاني ادفع فيه اي فلوس، ما اقولكش لا. لكن بالعلامة دي، العلامة ديت زي ما قلت لك زي اللي كان بيلبسها المعيز في الشارع. الموضوع التاني، لو انت شاري حمام شباب او زغليل لحم يعني او اي نوع، عايز تعرف الذكر من النتاية، لان في حد سالني، سيده سالتني من المتابعين للقناه، بتقول انها اشترت حمام وطلع ذكور، فسالتها الحمام عليه ريش؟ قالت لسه عليه 4 ريشات. طبعا اتكلمت في الموضوع ده كتير يا جماعه، ما تحكمش على الحمام اذا كان ذكور او نتي الا بعد ما يكتمل الريش، لان احسن الغواه بينخدع في الحكايه دي. ممكن هي سالت حد وقال لها ان هم 4 ذكور واللي باعهم اللي باع لها الحمام غشاه، لكن هم ممكن بعد ما يكتمل الـ4 ريشات يعني لسه قدامهم شهرين، فمفروض انها تنتظر حتى يكتمل الريش. طيب هي تعرفهم ازاي؟ هي ما تتعبش نفسها ولا حاجة، هي تسيبهم على الارض زي ما انا بعمل كده، ولو حتى عندها سلكات برضو تسيبهم في الارض مع بعضهم لحد ما تلاقي النتاية بتزوف، تاخدها تحبسها، عرفت ان هي نتاية، بيبان جدا الزوفان النتاية على الذكر، ان هي بتجري على الذكر، الذكر يزوم والنتاية بتجري عليه، تمام كده؟ زي ما احنا هنشوف دلوقتي مثلا ده ذكر اهو بيزوم اهو، لكن ده طبعا عنده ذكوره زياده كده على السايب، فانا سايبهم مع الزاجل على الارض، الذكوره دي ما لهمش نتيجه، تمام؟ لما تلاقي ذكر بيزوم كده عرفنا ان ده ذكر، لو لقيت نتايه بتجري عليه تعرف ان دي نتايه. فده اللي ما يعرفش يعني مش هيعرف يطلعهم، بس المطلوب منك بس ان انت تقعد وتراقب شويه كده الحمام، هتعرفهم لوحدك، او هو الحمام هيتجوز من بعضه بدون ان انت ما تتعب نفسك لو انت مربي نوعيه واحده بس. لكن انت ممكن تعلم بقلم في جبهة الحمامة مثلا الذكور تعرف الذكر، تقوم معلمه بقلم احمر، والنتاية تعلمها مثلا بقلم ازرق، يبقى انت كده عرفت الذكر من النتاية، كل ما تشوف ذكر تمسكه وتعلمه، لكن غير كده ما تمسكش، النتاية تمسكها تعلمها والذكر تمسكه وتعلمه، غير كده مش مطلوب منك ان انت تعلم حاجة، تمام؟ طيب تعالوا نوريك المكان اللي انا بشبب فيه برضو، ده المكان ده اللي فيه الحمام برضو اللي هو قرب يشتغل، الحمام اللي لسه الزغاليل بوديها فين؟ في مكان تاني.